عودي لكم لنتابع انت ادى، ومثل ما وعدناكم ببدايه الحلقه ضيفه مميزه سبق والتقيتها بالميركس دور، حبيتها من قبل مش بس بالميركس دور، جميله غير لانه جميله وعن جد تلفت النظر، بس كمان مثقفه من عائله فنيه عريقه. اهلا وسهلا فيك يا قليل لحود. ثانك يو محمد، اهلا فيك. اول شيء بدي اقول لك ثانك يو كثير انك جيتي على انت قد ميرسي لك، وحبيت تعايدي المشتركين وكمان تساعديهم. اكيد. بدايه حديثنا بما انه هيك انت قد هيك دغري بيخطر على راسي، انت قليل لحود بينها وبين حالها او صعبت صار معها موقف بحياتها قالت لا انا قليل لحود بدي اكون قدها؟ اوف، يعني اجمالا قدام الاستحقاقات الكبيره وخاصه وقت اللي بيصير في اشياء بيبقى واحد مش حاسب لحساب، بتفاجئه بطريقه سلبيه وبحس حاله يمكن بده يتردد او ينسحب، برجع بقول لا لازم واجه ولازم اكون قدها. طب امتى قليل لحود ما كانت قدها؟ ليك ما رح احكي مثاليات، يعني اكيد بكثير مواقف هلا ما بتذكر شيء معين، بس يمكن اوقات وقت برجع براجع الاشياء اللي بتقطع معي بحس انه في اشياء كان ممكن اعملها احسن. فيني ذكرك بشيء؟ ايه. اذا شفنا كلب لا هون ابدا ما بكون قد ولا رح كون قد هون اكيد قليل انا مش قد بنسحب ابدا. هري يعني عمرو بيقولوا انه يمكن الهريبه تلتين المراجل او يمكن انه ليك الفوبيا مش مزحه، انا انعضيت 3 مرات. هيدي سببت لك الفوبيا؟ هيدي سببت لي الفوبيا ومن وقتها ما بقدر سيطر على حالي. بليز ما تقولوا لي في كلب. لا لا لا, لا, لا انا مثلك انا مثلك انا عندي فوبيا، زوروفوبيا هي الخوف من الحيوانات كمان. ايه؟ انا فعلا ما في اتحكم فيها، في عالم بتفكر انه يمكن نحن بنفتعلها، بس عن جد فعلا شيء واحد مش بايده فعلا. بس لها طريقه للعلاج مفروض. ايه بس بده واحد يتشجع يروح يتعالج. قالين مجرد ما طلعتي اوريدي نحن البرنامج كمان كثير محضور، واليوم حضورك عم بيزيد كمان نسبه المشتركين. ناخذ اتصال سوا. يلا يلا قالين. الو الو مرحبا. بونسوار. بونسوارين، مين معنا؟ كيفك قالين؟ انا مهدي عباس من البقاع. اهلين. اهلين فيك مهدي. انت قد اكيد انا قد. يلا يا مهدي منقي رقم وبدك تكون قد لانه قالين معك. شو مهدي؟ يلا 9. رقم 9. يلا يا مهدي. هلا بدنا نشوف قالين كيف حتساعدك بالمثل. شو؟ هلا انا قلت الهريبه تلتين المراجل، كل مثل من وراه حكمه، صح قالين؟ اكيد. طيب انت قد مهدي بقى نربح. المثل بيقول، يلا يا مهدي، المثل بيقول اخفض صوتك وطي صوتك. لما الواحد بيكون عم بيتحارج مع حدا بده يقنعه، شو بيستعمل ليقنعه؟ مثلا انت شو شو مهدي؟ شو؟ معك معك صعب. خفض صوته. لا بده يخوطي صوته الواحد لما بيفوت بمشكلة، بس بده يقوي شو؟ قلبه. قلبه وغير قلبه؟ حنخفي لنشوف متصل تاني، بس حنكفي نشوف. يجري انت بتحبي اجمال اذا حدا عم انت فت صار عندك مشكله يجري انفعاليه بتعصبي؟ حسب، انا اجمالا انفعاليه بس صار عم عود حالي انه شوي طول بالي قبل ما انفعل. وبتقوي الارجمنتس اللي عندك وحشتك. ايه وبتواجه. اكيد. اوكي هلا صرنا نعطي شويه مساعدات، صار عندها شوي قليل عم تلعب معكم اكيد انت قد. اتصال جديد. الو الو بونسوار. بونسوار رمضان كريم، مين معي؟ معك رضا، كيفك؟ تمام، وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من بيروت من صنايا. يلا بدك قد انت تكون؟ طري بدك تكون قد اليوم؟ قد وقدود. ذكرني بس باسمك، ما سمعت مزبوط. ريبال؟ رضا. رضا رضا رضا، تحية لك يا رضا. شو رضا؟ المثل بيقول اخفض صوتك، قلنا لما قليل بتفوت بيكون في عندها مشكلة بتقوي حجتها. اوه شو؟ او مثلا بيكون عندها arguments بدها تقنعني فيه، شو لازم تعمل حتى ما تصرخ؟ شو قالين؟ افكر شو الكلمه. هيدا سيناريو ما عجبك، انا منتج مهم كثير بوجهك. لازم لازم نكمل المثل. ايه بكفي المثل. يلا يا رضا. رضا
رضا. ألين أنت كمان يعني حنكفي بالمثل وحنكفي بتلقي الاتصالات، أنت اليوم فنانة، اليوم من عائلة مثل ما قلت أنا كمان عريقة بالفن، قدمت للفن إن كان عمك روميو لحود أو حتى كمان والدتك اللي منكبر فيها، وبعتقد يعني بيقول مثل ما بيقولوا اللي خلف ما مات. ميرسي. الشغلة الوحيدة اللي الواحد ما في يورثها عن اهله او يمكن السياسه تعودنا عليها بالوراثه، بيكون واحد عنده منصب بيسلمه لابنه، بس الفن في جينز، في جينات صح انت عندك اياها وعم بتوصفيها بكذا محل. الين بالمسرح باوبرا ضيعه مع كاراكلا مع الرحابنه، الين برج التحكيم، والين عم بتغني، والين عم بتمثل الرؤيه الثالثه على ام تي في. وين بتشوفي حالك بين كل هول؟ بكلهم، والا ما كنت تواجدت فيهم من الاساس. يعني انا ما بعمل شغله ما بكون عارفه مسبقا انه بتلبق لي او رح اقدر لاقي حالي فيها. وعندك جرأه، يعني ذكرني باسمها. انا بتذكر سمعتها للغنيه كنت طالع صوب طريق بعبده، حسيت الميوزك قديش لبنانيه وقديش فيها كمان نفحه اجنبيه، وانت كمان كان عندك عده تجارب بالغربه صح. بتفكر تجمعي بين الاثنين؟ ايه اكيد، وهذا الهدف. يعني بلشت بذكرني باسمك وان شاء الله يلا بيكون في سلسله اغاني. هو في ماي واي بالعربي. شو وضع ماي واي بالعربي؟ شو وضع انه بتعرف كثير اشياء؟ لانه بدنا نكون قدم، مش معقول تكون قليل لحوج معنا ما نحضر حالنا ونكون هيك على اتم استعداد. شوف ماي واي فعلا رح سجلها قريبا جدا، كتبها روميو لحوج بالعربي، كتب قصه حياته بموسيقى ماي واي، وانا قريبا رح احط صوتي عليها، رح تكون هاي الاغنيه المقبله. هيدي هي اللي كنت وعدت فيها المفاجاه. مزبوط. وبعدين حتى حنرجع نحكي ذكرني باسمك، لانه كمان كان في حواليا جدل كثير كبير. صح. حنكفي بالاتصال لنشوف هالمثل اذا حدا حيعرفه يا الين. جد صعب. طب حاعطيك الاجابه. بس هيدي الورقه معي الين. اوكي. ما بعرف خطي مش كثير منيح. اوكي. الو. الو هاي. هاي رمضان كريم، مين معي؟ وعليك كمان نورة خليل. نورة، الين وانا معك لنساعدك. ايه هاي، لا بس بليز مش المثل، ما فيني غيره. لا 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 حتساعدك الين، بدك تربحي خلص، ما في بقى ما بعرف. انا قريته مزبوط. ايه انا اخذت شوي صعب. أوكي. يعني بس شو نور؟ شو انت قدها؟ انا قدها بس مش قد المثل. ما تعطلي هم. صعب، ما فيك تغير لي اياه؟ ما تعطلي هم، حنساعدك. أنا والله حساعدك. انا بساعدني. الين يلا. اوكي رجع من الاول لانه ما سمعته انا منيح. قولي انا قدها ليبلش الكاونتر وحنساعدك. انت قدها؟ يلا. المثل بيقول اخفض ايه؟ صوتك ايه وقوي نبضك. ايه شي خاصه يعني. قوي قلبك، قوي قلبك اكثر، يعني اثنيناتهم خاصهم بهيدا الشيء، يعني نبضك يعني الذريعه شو هي؟ يعني حجتك مثلا بركي بتزبط. جربي شيء، اخفض صوتك ايه وقوي حجتك. برافو. مش معقول الين، مش معقول. قريتي خطي. قريتي خطي. الف مبروك لك، الف مبروك. جايزه قيمه رح بتكون من نصيبك لانك حزرتي المثل. تويدكس بقدم لك جايزه بقيمه $500. حلوين الامثال امرار، يمكن بنسمع امثال اللي كانت لنا اياهم ستنا او يمكن والدتنا، ما بنعرف قيمتهم لما يصير عندنا خبره. فعلا انت قديش بتتبعي هذا المثل، بتقوي حجتك وبتدق الباب وبتواجه. على كلين ما في مثل كذب، عن جد كل الامثال اذا بتقيسهم على الحياه كثير مزبوطين. انت من النوع اللي بيبحث عن الحجه المزبوطه وبيواجه ما بيهمه المواجهه؟ اكيد طبيعي، المفروض كل انسان هيك يعني. اصلا واضح على شخصيتك. الين اذا هالقد مره شخصيه او صبيه شخصيتها هالقد قويه، قديش صعب تلاقي شريك حياتها؟ ايه صعبه، ما بخبي عليك، لانه في كثير بيقولوا انه هيدي كثير قويه، كثير واثقه من حالها، كثير بتعرف شو بدها. مين الرجال اللي قادر يتقبل؟ بس الرجال اللي قادر يستوعبها بعتقد انسان بيكون كثير ذكي وكثير عنده رحابه صدر تيقدر يشوفها مثل ما هي، وعنده ثقه يعني. بالنفس اكيد. بس انتم الصبايا كمان بيناتنا شباب، يعني حتى الصبايا شو كل يوم بسمع منه عديم المسؤوليه، شو قصه عديم المسؤوليه على لسان كل صبيه؟ مش مقبول. ما فينا نعمم، بس في هيك وفي هيك. بس هيدي الحجه اساسيه للوحده تترك مثلا او تترك كل شيء وراها ويمكن تنفر اذا واحد عديم المسؤوليه. ليك انا ما بحب عمم عن جد ما اظلم حدا، بس اجمالا قله المسؤوليه بنلاقيها عند الشباب اكثر، يعني البنت عندها حس المسؤوليه من هي صغيره. ما تكملونا حتى تجوا ترجعوا تعلمونا المسؤوليه، تحطونا على الطريق الصحيح. هذا الاتصال اكيد الين، ونشوف كمان شو حتكون اللعبه الثانيه. الو الو رمضان كريم، مين معي؟ كرم. كرم وين عم تحكينا؟ علي. من علي. كرم الين معي وبدها تساعدك لحتى تربحي. ايه اوكي. شو كارين؟ ايه اوكي. مننقي رقم؟ ايه مننقي رقم. يلا كارين. يلا. 24. رقم 24.
كارين صيبة جيبة سيبها جيبها بالموبلي توب. زميلتي ميشا بتكون موجودة تحت ألين، عندها بإيدها ثلاثة كيو كاردز، على كل كارد في رقم في سعر، بدها تعرف ثلاث أغراض تصيب السعر لحتى تجيب $1,000 من عند ميشا. ميشا إيه محمد؟ أنا معي ألين بالستوديو. هاي ألين. هاي كيفك؟ جود، شو الشعرات الحلوين؟ ثانك يو. ستايل قليل على طول، اصلا بتفاجئ الجميع بهيك. فيري ستايلش. كارين ناطرتك كمان، ناطره يكون في عندك ستيل بالتقديم لتصيب $1,000. هاي كارين. هاي. ليكي قبل ما نبلش بدي اذكرك انه كل القطع الحلوه اللي عم بتشوفيها حواليكي ار 50% اوف ولكل المشاهدين، فبس عليكم تجوا على موبيلي توب بتكونوا رابحين، وانت حتكوني رابحه اليوم. اوكي؟ اوكي. انت قدها؟ انا قدها. يلا بدك تبرهني لي اياها هلا. اول سعر هو $200 وانا حصرت لك كل الاسعار بزاويه واحده، فما عندك حجه ما تربح. يلا $200 بدك تساعديني. يلا يلا عم بمشي حدها. طاوله بعد ما هيدي اللي حد الطاوله $200 البوف. ايه شو قالين؟ شو بتقولي قالين؟ شو قالين؟ مزبوط. $200 هاي اول سعر مزبوط. يلا بسرعه. عندنا $890 شيء كثير حلو ومريح. طاقه الكنبه كلنا بدنا اياه بالبيت. يلا لنشوف. لك يا عمي كثير شاطره انت، مش معقول. اخر وحده كثير هينه $15 وانا متاكده انه اهلك عندهم اياها بالبيت وبالوضه، في كثير منها بالبيت وانت فيها برواد الصور. لا مش معقول. اميزنج. مبروك ربحتي $1,000 من موبيلي توب. ميشا محمد كثير عم يبيضوها المشاهدين، شيء بكبر القلب. يعني وجهها ل فينا نقول اليوم لألين رائع. يعني ميشا ثانك يو. ألين بدك تقولي شيء لميشا؟ ميشا كثير حلوه على فكره وكثير مهضومه. ثانك يو. ميشا اليوم بيضتها و $1,000 اكيد كانوا من نصيب كارين، وانتم ايضا كمان ببيوتكم فيكم تسيبوها وتجيبوها ب $1,000 او مجرد ما يعلق معكم الخط ويكون عندكم فرصه لحتى تشاركوا بانت قد. ألين كنا عم نحكي على ذكرني باسمك، يمكن اللوك كان صادم بالفيديو كليب. صح. حتى يمكن في اشخاص خافت نقلت انه مزبوط ذكرني اياه. كان في جرأه بالكلام. ايه صح. أنا من الأساس كنت حب أعمل شيء بيشبهني، ما عبالي فوت بشيء تقليدي غيري سبقني عليه وما بكون عم ضيف شيء. وحتى الكليب كان بدي اياه يخدم كلمات الغنية. بيعزة، ما حدا سبقك عليها 100%. بيعزة يعني طايرة. صح. وقت حكيت مع المخرجة سابين صفير قالت لي مش معقول قالين رايحة على الإكستريم، يلا رح نحط كل طاقتنا بالكليب. وحسيت انه ما بقدر اتخيل الغنيه غير هيك، يعني اليوم اذا بترجع بتقلي بدك تعملي غير ستوري بورد بقول لك لا ما في. ذكرتي بالغنيه طمعان بثروه بيي. ممكن شي واحد يكون طمعان بشهرتك او طمعان بارثك الفني. ما بعرف. ممكن تصادفك بحياتك. ليك ما فيك تعرف نوايا الناس، بس انا دائما ما بتطلع بالاشياء بالطريقه السلبيه لانه بتتعبني، انا حدا ايجابي. هلا اذا ثاقبت واكلت الضرب بجرب اتعلم منه. بس بتعلم. بس الحمد لله ما صارت يعني. ألين لا شك انه في مراحل كثير مهمه بحياتك، كنت على مسرح بعلبك كمان مع فرقه كاراكلا وعاصي الحلاني باوبرا ضيعه، اليوم كمان على ارض الغجر اللي كمان حققت كمان نجاح كثير كبير. الحمد لله. وانت اليوم علاقتك بالرحابني بنحسها علاقه يعني وطيده اليوم. صح. في اقتناع بفكرهم. اكيد. طب ليه ما في لحن منهم؟ بلا فيه، يعني انا اشتغلت هلا اغنيه للجيش كانت اشتغلت مزبوط. اغنيه للجيش مع استاذ مروان الرحباني الالحان الكلمات استاذ غدي. مؤخرا اشتغلت اغنيه انت مع طارق الرحباني كالحان كلمات استاذ غدي، واغنيه عيد الام اللي عملتها بكير تركتيني كانت الحان استاذ غدي. طيب واذا بدنا نحكي شوي على الاغاني الكوميرشال مثلا اللي ممكن تكون عم نشوف انه ما بتفكري كمان او بتحبي تغيري تنوع بالنمط؟ اكيد لا. اكيد يعني كان مع الرحابني او غير ناس انا ما عندي مشكله. انا اذا عجبني لحن حتى لو كان من شخص مش معروف باخذ. اكيد. ألين الاتصالات كمان مكفيه معنا بانت قد. الو لالك. يلا الو. الو بونسوار. بونسوار ألين كيفك؟ ماشي الحال. مين معنا؟ معك عبير. اهلين عبير تفضلي. بدي نقي رقم. بدك تنقي رقم. يلا يا عبير. عبير شايفه ألين ونسيت محمد عبير.
شو عبير؟ لا ما بيصير محمد ما لانه ما حاطين الكرون عليه. اه نسيتيني يا عبير بسيطه. عم بمزح معك اكيد قليل منوره وعم نشوف تابلو بنقي رقم لانه ضيفتنا لازم نرحب فيها. اكيد برافو عليك يا قليل. 10 يلا 10 10 كنت حطيته براسي العشرة. قليل بدك تساعدينا يلا. اه قليل فنانة وبتتابع فن فحتساعدك كليب ورا كليب لحفسر لك لإلك ولقليل نبدا اللعبة. هو حنشوف كذا فيديو كليب كذا ميوزك فيديو ما عملوا مونتاج عليهم يعرفوا يا اسم الفنان او اسم الاغنية. اوكي مجرد ما تقولي انا قدا منبلش. انت قدا؟ انا قدا. يلا دنيا شي ثاني مني تعال نعم بحضاني انا مبتعد عنك واحب العالم بحضنك وحب عيني وين التعيني وحب كل خلق عينك ابد ما انساك ابد ما انساك حبيبي هم اه هينين قالين صح؟ هينين الفنانين. اوكي عرفت اثنين. شو عرفتي؟ عرفت عاصي ابدا ما انساك لوين تروح؟ سيرينا عبد النور؟ نعم. شو اسم الغنية؟ ما انتبهت منيح. سانتوريني حبايب حبايبي حبايبي بعد في أول غنية؟ نعم. جربي ساعدينا هيك ما انتبهت لها لأنه أنا فيني ساعدها باسم الفنانة. اوكي لا بس قولي لأول حرف. لا بقول لك هي اسمها مثل اسم آلة موسيقية. ناي. برافو نايس دايمين مزبوط برافو. أبو قليب هي غنية. ألف مبروك لإلك. شفتي كيف ضيفتنا قدة ومتابعة يعني كي ستار بتقدم لها جائزة قيمة لإلها. جاي مبروك على فكرة نادرا يعني أنا يمكن هيدي اللعبة هلا في ألعاب أكيد حتكون مفاجأة لإلك خلال الحلقة بس نادرا ما بتكون بيطلع الفنان او يوج مرام بيقول انه مش عم بسمع بغيري او مش عم تابع. قد ايه هيدي المقوله مزبوطه؟ ما بعرف ليك انا بقول لك بصراحه انا مني من يلي كثير بيحضروا تلفزيون. هلا عندي مشكله انه يمكن ما بسمع ما بعرف اسامي كل الاغاني بس اكيد الفنانين اكثريتهم بعرفهم يعني وقت بشوفهم بقدر بس اعرفهم. صح الواحد اليوم ضروري واحد يتابع ضروري غيرك شو عمل مش للمقارنه ولكن لحتى تتفادى التكرار او لحتى تشوف يمكن وين نقاط القوه اللي عنده. ضروري المتابعه حتى الاغاني اللي ما بنحب يعني انا من النوع اللي بسمع كثير موسيقى بيقولوا لي اوقات بصير تسمعي هو الاغاني الجديد بقول لهم اكيد ضروري اطلع لانه هذا نوع من تسقيف بعرف حالي ساعتها اذا بدي كمل اسمع هالنوع ولا لا. قالين قلنا بتسمعي موسيقى كثير ومتعدده المواهب بالتمثيل عم نشوف رؤيا ثالثه حنحكي عنه كمان خلال حلقتنا ولكن بما انه ذكرت ماي واي بالعربي كيف فينا اذا قالين نحن عندنا معلومات كثير بتضيف لنا معلوماتنا لو انه جمله كيف ممكن تقولها؟ غنائيا غنائيا رح اقول مقطع صغير يلا اليوم بدون حساب سكرت الباب عالسنين الراحوا ونسيت مجد اللي غاب جنون وعذاب العز وأفراحوا ومشيت قلبي مرتاح عهاللي راح الماضي بعيني خبيت وقلت اكتفيت عملت اللي علي. يسلم تنك يسلم تنك ويسلم على الايدين اللي كتبت واللي كمان لحنت روميو لحود. قديش عن جد اخذي من امك؟ مش معقول مش معقول بيقولوا لي بتاخذي بس معقول هالقد اخذي موهبه وهالقد يعني اغنياتها ارشيف اليوم. تحيه لكارول سماحه تحيه لإليسا اللي اخذوا الاغنيات أكيد. بس كيف تتخلي عنهم؟ كيف لا ما تخليت لا ما تخليت ما في شك انه كانت مبادره حلوه يعني من كارول ومن اليسا اكيد ما اللي كمان ابدعوا فيها ما في شك وكل وحده حطت من احساسها بس ما بيمنع انه انا رح ارجع اشتغل على اغاني الوالده بس على طريقتي الخاصه ومش غلط تشتغلي كمان على مسرحيات قديمه للوالده ممكن كثير ممكن اليوم عندك معارف عندك منتجين جاهزين لحتى ينجوا لقليل لحود فيك ترجعي تعيدي ان شاء الله
أميرة زمرد بركة؟ ما حدا بيعرف، يمكن ما حدا بيعرف. أكيد حكفي بحديثنا معك لأنه عن جد حديث كثير شيق، صدقوني تعرفت عليها على الريد كاربت بس بعرفها من زمان، بس مش معقول شو قريبة من القلب. أنت كمان فعلا عن جد مش مجاملة. ثانك يو لك، نحن حنكفي بتلاقي الاتصالات. بما إنه ماشي حالك يلا. ألو؟ ألو؟ بونسوار. بونسوار ألين. مين معي؟ ماريلين. هاي ماريلين. لازم تسلمي على محمد تما يزعل. أكيد، كيفك محمد؟ أنا كثير منيح بوجود ألين وبوجودك يا ماريلين. رمضان كريم. الله أكرم، وين عم تحكينا؟ من سربة. من سربة، بدك تكوني قد ألين؟ أكيد، ماريلين. ماريلين، ألين ضاعت لسا. ماريلين بنقي رقم يلا. سبعة. رقم سبعة. لا ايه لا لا اه حنرجع نلعبها هلا انا وياك بعد ماريلين لا بدي اشوف قد ايه فيكي ما تقولي ايه ولا تقولي لا ماريلين جايزه قيمه رح بتكون بانتظارك سفره على الاورينت كوين شو حرزانه ما بنقول لا ايه لا لا لمده دقيقه ونص واو واو انت قد ماريلين اكيد لك هيدي انت قد كانه هيك بمشرني والله قلبي طيب بس انه بدنا نلعب ماريلين عيدي لي انت قد اكيد توب كاونتر وما فيك تقولي ايه ما فيك تقولي لا كيفك يا ماريلين منيحه شو اخبارك الحمد لله عم تحكينا من سربة من سربة من سربة عم تحكينا من سربة عم تحكينا مضبوط من سربة قد ايه عمرك 25 مخطوبه عن تحت النصيب تحت نصيبك بس مغرومه انا بقول ما كثير يا مغرومه يا مش مغرومه ما كتير بعد مرة بتعيدي ما كتير بتخسر انتبهي ما فيك تعيدي المرادف أكتر من مرة وحنكفي لأنه ألين ما أنا بهلا لي ماشي بتحبي ضيفتنا؟ كتير غني لي شي غنية ما بعرف صوتك بشع؟ بالمرة أوه يعني ما بتفكري أبدا تفوتي دومان الفني طبعا ممكن طبعا ممكن أنت قصدك تقولي أنه اليوم في عنا فنانين أصواتهم مش حلوة بس عم بيغنوا في فنانين اصواتهم مش حلوه بتسمعي لهم اوقات جي ما بتنزعجي لما بتسمع غريبه ماريلين مش عم الحق لها حسب الغنيه اوكي يعني انت مش فارقه معك اذا صوت حلو او صوت بشع هيك فيني اقول ما بتفرق المهم الغنيه انا بدي اقول الله يعين زوجك بكره ممكن حرام حرام صح ما حدا بيعرف مين في حدك الوالد قد ايه عمره الوالد بالستين بدنا نوجه له تحية وبدي اقول لك يا ماريلين انت قد مع انه بعد في اربع ثواني ابو الورقة وصلنا صوتك حلو الربح حلو الربح حلو الواحد يربح شو شو بربح انا ربحت شوفي انت شو بتطلبي كله لإلي بحب هاللعبة دايما وقت بحضرك بقول يا الله عمالك تربح عم تلعبيها اذا بدك يلا معنا وقت بدك تقولي لي انا قد لانه المخرج معنا ميشيل صليبه بيتحمس بحط الكاونتر ومنقلع انت قد انا قد ألين كيفك منيحه شو اخبارك تمام مغرومه ما حدا بيعرف اف انت ما بتعرفي ممكن شو مواصفات شريك حياتك في كتير مواصفات انا بقول لازم يكون طويل بيشتغل ببنك ما ضروري مش لازم كمان يقدر ينتج كمان ما ضروري عم بستفزك ما كتير اف ما بدك تقولي ايه ما تقولي لا بفضل احتفظ بالسر اذا قلت لك في كلب وراك شو بتعدي علي بهرب اذا قلت لك اخر ديو بينك وبين مروان خوري ما كان حلو بحترم رايك هالقد مسالمه لازم بالمعترك الفني المسالم بينجح ما حدا بيعرف هيدا بترجع لكل واحد وانت قدها والديو رائع لانه مش معقول كل هيدي كانت استفزاز يعني رائعه قليل حتى الديو اللي حققنا كمان نجاح كثير كبير بعشق روحك والكلمات كيف تقولي؟ بعشق روحك والكلمات بعشق احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي بعشق صوتك قليل وعندنا فقره هايد بارك اجمالا على طول الفنان بيكون موجود معنا والضيف لحتى نعلن عن اسم الرابح موضوع امبارح كان هقول لك على موضوع قبل امبارح كان الاوف اوكي هلا موضوع امبارح اليوم لازم يحملوا فيديو لمده 30 ثانيه او لمده دقيقه يعملوا فيهم بوش ابس كيفك انت والرياضه منيحه منيحه بحب الرياضه ايه بنشوف التوب 3 يلا وبنرجع من كافي لنشوف مين احتل المركز الاول اوكي يلا هايد بارك مركز ثالث
أدى أدى شو قليل مهينة على حاله وين سيد اجري على الكلمي جورج اكيد قدر يحولها 391 فيوز. بدي ارجع اذكر بيحملوا الفيديو على طول على heartpipe.tv/mtvlebanon. موضوع بكره الدبكه. اه شو حلو حلوه دبكه 30 ثانيه تروح لحق حالي هلا معك لبكره 3:30 اوكي وعندنا جايزه قيمه اكيد بتكون من نصيبك. جاهز نشوف ثاني فيديو؟ اكيد يلا بنشوف سوا ثاني فيديو. يس احلى بوش ابس احلى التقدم. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, this محمد بده يشتغل شوي على البوش اب بعده مهيئ حاله وبلا اهضم هيك. محمد قدر يحصد حوالي 455 فيوز والله. يعني بتعرفي من 3:30 لليوم يعني اكيد وقت مش كثير طويل لحتى هلا يكون عدد الفيوز. حنحكي كمان على يعني قد ايه ما شاء الله بتجيب فيوز على يوتيوب وكل مقابله بنلاقي دغري قالين لحود يعني 6 صفورة. نشوف الفيديو توب 1 ومين قدر يحتل المركز الاول وعمل اهضم واحلى بوش ابس سوا. رشا مبروك قدرت تربح بودا شاب من عند قلت لي تكنيك جديد صح؟ $500 تقدمت عم الطحان 644 فيوز حطتنا افكار هلا نعمل سبور لرياضه. تعالي سبور قليل؟ ايه اجمالها شو بتحبي؟ بتحبي تروحي الجيم او بتحبي الحريه؟ المنيح انه عندك كل شيء بالبيت يعني المكانات كلها بالبيت واكيد وقت يكون طقس حلو بفضل يكون بالهواء الطلق يعني احلى واحد يشم هواء. نحن حنكفي حديثنا معك قليل لانك عن جد منوره انت قدها. بريك قليل لحود وانا معكم. تابعت اخر قسم من انت ادى مع ضيفه متعدده المواهب بالتمثيل عم نشوفها بالرؤيه الثالثه بعد الاخبار على الام تي في. خبرينا عن هالتجربه قليل. تجربه من التجارب الكثير عزيزه على قلبي من الادوار الصعبه اللي لعبتها واللي اخذ يعني طاقات مني جسديا ومعنويا بس فرصه كانت كثير حلوه لإلي لانه جمعتني بكثير اسامي كبيره وكنت عم بتعامل لاول مره مع المخرج نبيل لبوس مع شركه اروس برودكشن واكيد مع الكاتب توني شمعون فكانت فرصه من العمر يعني واكيد مع بديع ابو شقره اللي بوجه له تحيه مع كل هالاسامي. اليوم قليل لحود متعدد المواهب وما بتنسى كمان الشق الانساني لانه كمان عندها شق هيك قد ايه بتشوفوها عاطفيه وحساسه وجارتي كمان بالهيك يعني على الحكي على سبيل الحكي اكتشفنا اليوم. كمان عندك اهتمامات حنحكي فيها اكثر بانت قد بس ناخذ اتصال. يلا الو يلا الو بونسوار بونسوار مين معنا؟ ايه مصطفى. اهلا مصطفى ينعاد عليك. ثانك يو كيفك امين؟ ماشي الحال تمام. مصطفى بدك تكون قدها وبدنا ننقي رقم قليل معك ويلا يا مصطفى. اوكي شو؟ رقم 20. رقم 20 يا مصطفى. غنية ورا غنية في غيرك نحن معك بقى نربح خلص ما تقتل هم مصطفى عندك شك قليل هون قليل هون اكيد وانا معك معقول ما تربح يلا مصطفى يلا غنية ورا غنية بنسمع مطلع اول اغنية لننتقل للثانية يلا مصطفى انت قدها؟ قدها يلا
شو؟ مين عم بغني؟ مروان لا مش مروان خوري أول شيء بنت مش فاهم اسمع اقرأ اقرأ شفافة بعد مرة قرين فيه اخر مرة غناء 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 أي غنية للفنانة إذا بقول لك غابت شمس الحق جوليا 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 بطرس تاني غنية يلا خليك حوالي اللي ساكن فيه شو؟ اسمعنا اول حرف من اسمه عاصي الهلاني لا حبيبي مش مزبوط هذا تاني حرف انسي تاني حرف ركز معه بدك اعطيك هيك هنت صغير يلا ليز انت باي شهر هلا هلا بتموت لا لا شو العيد شو العيد نحن هلا عم نعيد عيد الفطر ايه بس قبل عيد الفطر شو اسمه الشهر رمضان ايه وعائلته للمطرب زيت شيء فيك تعليه بليز باللبس تبعولي حسن حسان رمضان احسان رمضان اذا بقول لك في سعاده سعيد رمضان سعد رمضان سعد رمضان سعد رمضان ايه سعد رمضان مصطفى وحياتك اخر غنيه اذا ما حزرتها والله ما بقى قادرين نساعدك يعني فشلت مرتي عم تضيعني مرتي يلا نسمع الغنيه انا فكرت رح اموت من بعده كارول سماحه يلا يلا بعد في غنيه بعد ايه وين الغنيه عشان روحك وانت احساسك بالذات ايه مروان خوري مروان خوري اوه والكاميرا مارين لحوت برافو عليكي مصطفى تعبت حسيتي معي حسيتي قد ايه فعلا ايه مصطفى الف مبروك وكمان مبروك هالنجاح للاغنيه واليوم انت كمان عم بتحضري كمان ايضا ثلاث اغنيات جديد رح يكونوا قريبا بالسوق اذا اليوم رح بتهيك فعلا عم تسال وين رح بتكوني بعيد الفطر للصراحه هلا يعني انا مسافره على دبي أوكي. بكره وفي مجموعه حفلات هلا ما فيني احدد مزبوط وين رح كون لانه بعد ما في شيء اكيد بس في عده حفلات عم تنطرح علي نحن اكيد بانتظار كل جديدك ارين نورتي انت قدا وان شاء الله بنلتقيكي بالمستقبل ومصطفى الف مبروك لك من كلاس بور فنحن حنكفي اكيد بحلقات انت قدا وحيكون في عنا ضيوف مميزين ما تنسوا hydepark.tv/mtvlebanon احلى دبكه لمده 30 ثانيه او لمده دقيقه وبنفس الوقت الاكونت تويتر اكونت @محمد_قيس وهاشتاج انت قدا قليل لحود بنحبك كثير وانت قدا بكل المواقف وانتو خليكن عبر شاشتكن شاشه الام تي في قدا بكره 6:30 معي انا